دلوقتي السلام عليكم. انا عندي مثال زي ما هو موضح ماجنتيك بول ليفيتيشن، هعمل له بول بليسمنت علشان احول نظام من انستيبل سيستم لستيبل سيستم عن طريق المعادلات، وهديله المعطيات الابتدائيه بتاعتي ال ام 19.5 جرام وال اتش ب 5 سنتي وهكذا. دي المعطيات الابتدائيه بتاعتي، وهقول له ان عند الاكليبريم العجله والسرعه بصفر، فمن طريق المعادله دي هحسب الامبير، وبعدين عن طريق المعادلات هعمل لينيرايزيشن عند ال 5 سنتي اللي هي السيت بوينت بتاعتي اللي انا عايز اثبت عندها الكوره. بعد ما اعمل لينيرايزيشن عند السيت بوينت دي هطلع المعادلات اللي هي مصفوفه الاي ومصفوفه البي. انا كتبتهم بالطريقه دي علشان اوضح ان الاي هي الاكس 1 والاكس 2 ودي الاكس دوت. الارقام دي اتحسبت من القوانين اللي انا معلم عليها بالاصفر دي، علشان كده هكتب ادخلها في الماتلاب بحيث ان انا ما يحصلش معايا تقريب فتشتغل معايا على طول. هنجيب الماتلاب، هنفتح سكريبت جديد، ادخله الانيشال فاليوز. عندي الانيشال فاليوز واقول له اللي عندي الاكليبريم الاتش دوت والاتش دبل دوت بصفر، يبقى منها هقدر احسب التيار. التيار هيتحسب معايا زي ما هو موجود 1.6. هعمل لينيرايزيشن، هكتب عناصر المصفوفه بالقوانين بتاعتها علشان ما يحصلش تقريب. ادي عناصر المصفوفه، هصمم السيستم بتاعي، اعرف السيستم، مصفوفات السيستم، بعدين هقول له كرييت سيستم، هشغل السيستم ده هيديني مصفوفه الاي، مصفوفه البي، اي مصفوفه السي والدي. طلعت الارقام زي ما انا حاسبها بالظبط من غير تقريب. هشوف الايجن فاليوز بتاع السيستم، ادي الايجن فاليوز 19 سالب 78. طبعا القيمه الموجبه دي هي اللي عامله لي السيستم انستيبل، انا عايز اخليها اعمل لها بول بليسمنت بحيث يبقى ستيبل. اعمل ستيب انبوت ستيب ريسبونس للسيستم ده. طبعا زي ما احنا شايفين السيستم انستيبل. هنشوف بقى الديزايرد ايجن فاليوز. الاول هشوف السيستم ده كنترولبل ولا نوت كنترولبل، هقول له احسب لي الكنترولبيلتي حسب مصفوفه الكنترولبيلتي وقيمتها، يبقى السيستم كنترولبل. بعدين هقول له قيمه ديزايرد بولز اللي انا عايز اودي السيستم عندها. بعدين هقول له احسب لي الكهات. طبعا هنا في الطريقه الاناليتيكال ممكن نحسب الكهات، بس انا بحسبها عن طريق الماتلاب على طول. هنحسب الكيهات، حسب لي مصفوفه الكي اللي انا عايزها علشان تخلي السيستم ستيبل. هقول له اعمل الكلوز لوب سيستم، دي المصفوفه اللي هي بتاع الكلوز لوب. لو حبينا نقارنها بمصفوفه الاوبن لوب هنعمل كده، دي مصفوفه الاوبن لوب ودي مصفوفه الكلوز لوب. طبعا القيم اتغيرت. لو عملت تشيك للايجن فاليوز بتاع مصفوفه الاي كلوز لوب هتبقى نفس البولز اللي انا دخلتها له، نفس البولز بالظبط. بعدين هنقول له كرييت سيستم، اعمل لي السيستم اللي هو الكلوز لوب ده. ادي عمل السيستم زي ما احنا شايفين، مصفوفه الاي ومصفوفه البي، مصفوفه السي والدي. وريني الستيب ريسبونس للسيستم الستيبل. ادي الستيب ريسبونس للسيستم الستيبل، بس مش بيروح للصفر، مش بيعمل هنا مش رايح للصفر وهنا مش رايح للصفر، علشان كده لازم نحسب حاجه اسمها الكي للريفرنس. الكي ريفرنس هي اللي هيخلي السيستم يروح للصفر لو عملنا عليه ستيب انبوت عن طريق المعادله دي. هنقول الكي دي سي بتساوي الجينز الدي سي جينز للسيستم كلوزد لوب، ونروح حاسبين الكي ريفرنس. دي الكي دي سي ودي الكي ريفرنس اللي هنضرب فيها الريفرنس مصفوفه برضو. بعدين هنقول له كرييت سيستم بقى ستيبل وفي نفس الوقت مضروب في الكي ريفرنس بتاعتي. ادي السيستم بتاعي بالمصفوفات الجديده خالص، اخر مصفوفات عندي. هنقول له اعمل لي بقى ستيب ريسبونس على السيستم ده، اخر ستيب ريسبونس معايا بتتظبط عند الصفر بالظبط. يبقى كده احنا عملنا بول بليسمنت للسيستم وخليناه من سيستم انستيبل لسيستم ستيبل.